بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم اشكال هندسية بسيطة خالص ومسلية للاطفال. حاجة كده زي التطابق. انا اول حاجة هستخدمها هنا معايا قطعة كرتون وهغلفها بالورق الابيض، دي اول حاجة. ومعايا فوم الوان، يعني معايا 6 الوان من الفوم، معايا 6 الوان من الفوم. اول حاجة هغلف قطعة الكرتون، عشان دي هثبت عليها قطعة الفوم اللي هفرغ عليها الاشكال الهندسية بالشكل ده. هقصها عليها، و بعد ما غلفت قطعة الكرتون بالشكل ده هجيب ورقة الفوم اللي هفرغ عليها الأشكال الهندسية. أول حاجة هعملها هجيب مثلا أي حاجة أعمل بها دايرة متوسطة الحجم بالشكل ده كده، هفرغ دايرة وفرغ مستطيل ومربع ومثلث وقلب، وهفرغهم بالشكل ده كده. هرسم أول حاجة الدايرة، اسيب حوالي سنتي من الجناب، بالشكل ده كده فرغ الدايرة. عندي الدايرة اهي، هفرغها بالراحة خالص علشان لسه هثبت عليها لون تاني. يعني مثلا الدايرة دي مثلا هجيب لون احمر مثلا واجي ايه مفرغاه عليه بحيث يتعلم الاشكال الهندسية ويعرف الالوان. خلاص اهي جاهزة عندي، وبقى شكلها كده عندي. بعد ما عملت الدايرة هعمل مثلث بالشكل ده وهفرغه برضو، هجيب المقص وافرغه بالشكل ده لحد لما يبقى زي شكل الدايرة. انا كده بالشكل ده فرغت الاشكال الهندسية على قطعة الفوم دي. هلزق بقى قطعة الفوم على قطعة الكرتون اللي انا عاملاها لها، بالشكل ده كده. بس هي كده بقت جاهزة عندي اهي، هركنها على جنب واجيب الاشكال الهندسية دي واقص كل شكل على لون بحيث برضو يعني يتعلم الالوان ويعرف الاشكال الهندسية في نفس الوقت بالشكل ده. هخلي كده واقص عليها واظبط كل شكل على لون. بعد ما فرغتهم غلفت كل شكل بلون. يعني انا ممكن افيده في ان هو يعرف اسم اللون. هو عندي هنا هيطابق الاشكال الهندسيه، يعني هحط الشكل مثلا اقول له حط لي المثلث مثلا، يجي حاطه في بالشكل ده كده تمام. اقول له حط لي المستطيل يحط لي بالشكل ده، احط لي المربع يحط لي بالشكل ده، حط لي الدايره يحطها لي بالشكل ده تمام. اقول له مثلا حط لي شكل القلب يبقى بالشكل ده كده. بس كده يبقى هو كده. اهم حاجة عندي ان هو هيطابق الاشكال الهندسية وفي نفس الوقت هيعرف اسم الالوان. هعمل حاجة بسيطة بس في الوسيلة دي، بسيطة خالص، لان انا هعمل اطار بسيط خالص بالستان.
يفضل الستان السادة علشان برضو ما يجذبش انتباهه. بلاش الحاجات اللي فيها لمعة كتير، حاجات تبقى اطارات بسيطة كده خالص بالشكل ده كده. هلزقها ونشوفها مع بعض. خلاص انا حطيت الاطار بالشكل ده كده، بقيت عندي جاهزة اهي. طبعا عندي المثلث بالشكل ده، وعندي القلب، وعندي المربع، وعندي الدايرة، وعندي المستطيل. بسيطة خالص وسهلة، وشيل فيها حركة كمان هتفيده في انه يعرف الأشكال الهندسية وبعض أسماء أشكالها، أسماء الألوان. يا رب تعجبكم وجربوها، وسهلة وبسيطة خالص.